الاستمرار من الخطب الملكية السامية التي أنارت بما فيه الكفاية السبيل إلى الإصلاح وإنجاح استقلالية القضاء، وحتى نصل إلى الهدف النهائي ونكسب ثقة المواطن، فإننا نعمل جاهدين بأن نضع رهن إشارته عدالة رفيعة الأداء بسيطة في مصادرها ممكن الولوج إليها تستجيب لتطلعات المواطنين المشروعة لعدالة أكثر إصلاحا وأكثر تكيفا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لعالم اليوم، كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة في خطابه التاريخي اليوم 1/3/2002 أمام أعضاء مجلس أعلى للقضاء: عدالة في قلب عملية تغيير المجتمع تحديثه وديمقراطيته. انتهى النطق الملكي السامي. ونحن عازمون بإذن الله وقوته على مواصلة هذا النهج القويم للحفاظ على مكتسبات والطموح إلى الأكثر، ولن ندخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك، وما هذا ما تجسد من خلال التدابير التنظيمية المتخذة وفي الأهداف المسطرة بالجمعية العمومية، وكذلك من خلال ما جادت به قريحة السادة القضاة والمستشارين من عمل قضائي متميز ومطابقته لاجتهادات محكمة النقد، الذي شكل وعاء لحصيلة نشاط مشرف لهذه الدائرة القضائية خلال السنة المنصرمة، والذي هو كالتالي: ما تعلق بالنشاط القضائي لهذه المحكمة، فقد كان المخلف من السنة الماضية 1945 سجلت 9000، الله يخليكم واحد شوية ديال الهدوء، رحنا في جلسة رسمية، سجلت 9301 قضية خلال سنة 2017، حكم منها 9668، الباقي 1833، أي بنسبة مشجعة هي 103% بالنسبة للمسجل. ومن خلال استقراء هذه الإحصائيات التي تمثل حصيلة إنتاج سنة 2017 من المخلف والمسجل والمحكوم والباقي بدون حكم، يتضح أنه إنتاج جد مشرف، إذ لأول مرة تسجل هذه المحكمة انخفاض عدد القضايا المخلفة إلى 1833 عكس السنوات السابقة الذي كان يفوق 2000 ملف. هذا وقد ارتفعت خلال هذه السنة نسبة القضايا المسجلة، كما ارتفعت كذلك نسبة القضايا المحكومة. ونسجل بكل اعتزاز بأن عدد القضايا المزمنة في انخفاض مستمر، إذ لا يتجاوز نسبة 1% من القضايا الرائجة، فأقل من 5 ملفات يرجع تاريخها إلى 2013، وبعضها حجز للمداولة والبعض مؤجل بقوة القانون، كما بلغت النسبة المئوية لتصفية قضايا محكومة مقارنة مع عدد القضايا المسجلة 103%، وهذه نسبة مشرفة أبانت على استمرارية هذه المحكمة في الوسيلة الحسنة لتصفية القضايا الاستقرارية وحافظة على Gracias.